اليومين اللي فاتوا اللاعب عبد الله السعيد اعلن اعتزاله دوليا من اللعب مع منتخب مصر بعد مسيرة ضخمة جدا حافلة بالانجازات. عبد الله السعيد صاحب ال 36 سنة اللي بيعد واحد من ابرز اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية، فبدأ مع الاسماعيلي وتألق معاهم بشكل كبير وساهم في 53 هدف خلال 150 مباراة، فلفت انتباه جميع الأندية وقتها، ولكن النادي الأهلي هو اللي قدر يحصل على توقيعه سنة 2011 في صفقة انتقل فيها لاعب الأهلي أمير سعيود للاسماعيلي. ولكن في أول موسمين ليه مع الأهلي مستواه تأثر بوجود لاعبين كبار في الفترة دي زي أبو تريكة وبركات، ولكن في 2013 وتحديدا بعد اعتزال أبو تريكة حصل عبد الله السعيد على فرصته وبقى أهم لاعب في الأهلي بداية من موسم 2014، وتوج ب 12 بطولة أهمها 2 دوري أبطال أفريقيا وبطولة كونفدرالية واحدة اللي جاءت برأسية القناص عماد متعب في الدقيقة 94. وبالتالي بقى النادي الأهلي هو أول نادي مصري يحصل عليها. كمان عبد الله السعيد لعب 277 مباراة مع الأهلي ساهم خلالهم ب 121 هدف متنوعين من ضربات جزاء وكرات ثابتة وأهداف حاسمة وتسديدات بدقة عالية. ولكن في 2018 فجر أزمة كبيرة بتوقيعه لنادي الزمالك وانتهت بعرضه للبيع والإعارة من نادي الأهلي، وبعد انتقاله الأهلي جدة السعودي عاد للدوري المصري من بوابة نادي بيراميدز اللي شارك معاهم في 105 مباراة ساهم خلالهم ب 64 هدف. أما عن مسيرته الدولية فلعب 55 مباراة مع منتخب مصر ساهم خلالهم ب 16 هدف قبل ما يعلن اعتزاله الدولي في الساعات الأخيرة. كمان عبد الله السعيد ليه أرقام قياسية كتير أهمها إنه كان هداف الدوري مرتين وأفضل لاعب في مصر سنة 2016 وانضم لقائمة نادي المئة بعد تسجيله المئة هدف، وكمان تخطى أسطورة كرة القدم المصرية الكابتن محمود الخطيب بعد تسجيله المئة وتسعة هدف في بطولة الدوري المصري. يا سلام يا عبدالله، عبدالله السعيد ومن جاور السعيد يسحب، شوف لي شقة جنبك يا سعيد.